ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة، أي قال هذه الجملة ثلاث مرات. لما قال عليه الصلاة والسلام؟ هذا ما يسمى بالإقناع، إما أن تكرر الكلمة وإما أن تكرر الجملة، وهنا كررت الجملة، فهو قد قال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. لكن الراوي اختصر، فبدل أن يذكرها ثلاث مرات ذكرها مرة واحدة وقال: قالها ثلاثة. فهذا من باب الإطناب الذي يراد منه التحذير من ماذا؟ من التنطع.